ازاي الانسان يوصل لمرحله الاخلاص في العباده؟ مرحله الاخلاص في العباده. جميل. الوصول الى الاخلاص في العباده هذا مقصد يعني يعيش الانسان حياته كله ليرتقي فيه. لماذا؟ لان الاخلاص لا منتهى له. الاخلاص ايش؟ لا منتهى له. فمهما ارتقيت درجة في الإخلاص أدركت بنور بصيرة الإخلاص أن ثمة رتبة أعلى. لكن كيف نصل إلى أوليات الإخلاص؟ نحن بحاجة إلى أمرين، أمر علمي وأمر عملي. الأمر العلمي أن أقرأ في علم الذي يعنى بصلاح القلوب، الذي كان المتقدمون من السلف يسمونه علم التصوف. وأعني بعلم التصوف الجزئيات التصوف العملي وليس التصوف الفلسفي. التصوف العملي مثل إيش؟ مثل إحياء علوم الدين، المجلد الثالث من إحياء علوم الدين يذكر الإمام الغزالي آفات النفوس. مثل إيش؟ مثل مدارج السالكين لابن القيم الجوزية، شرح منازل السائرين. مثل وأمثال، وخذ مثل كتب الإمام الحداد، الإمام بن عطاء الله السكندري. هذه كتب التي تعنى بكشف عيوب النفوس. هذا يقول لك الإخلاص علاماته كذا، وضده الرياء، وعلاماته كذا وكذا، والعجب وعلاماته كذا وكذا، وكيفية التخلص، ويعطيك الخارطة. هذا العلم. العمل مجاهدة النفس. والحقيقة أنه كلما عظمت في القلب، كلما عظم في القلب شهود عظمة الله عز وجل، كلما عظمت لا إله إلا الله في القلب، كلما تصاغر أمام هذا القلب أي التفات لثناء الخلق الذين لا ينفعون الإنسان. والإكثار من كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، اجعل لك وردا من لا إله إلا الله 100 مرة، 300 مرة، 1000 مرة، كل يوم واظب عليها. لا إله إلا الله، لسانك يقول لا إله وقلبك يقول، وأنت تستشعر أن قلبك يخرج ما سوى الله من قلبه. لا معظم غير الله، لا مكانة، لا سمعة، لا منزلة بين الخلق تشغل قلبي عن الله.